ملعب اليوم كانوا عم بيعزفوا سيمفونية كبيرة كتير، استطاعوا انه يحققوا هذا الفوز الكبير. شكرا لأحمد الطيب على الكلام الطيب للاعبين، شكرا لكل لاعب بذل جهد كبير في هذا الملعب. اسمح لي كابتن، في هذه الأثناء مشاهدين كرام منتخبنا الوطني يتوج بالميدالية البرونزية المركز الثالث بعد الفوز على منتخب كوريا الجنوبية 1-0. ما أعرف، ننتقل لأحمد الطيب التعليق. طيب كابتن فهد، شوف كابتن، انا اليوم اسمح لي بس كابتن، انا اليوم ما تهمني النتيجه ولا 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 ولا, ولا يهمني المركز الثالث، انا يهمني اليوم اني انا تاكدت اني انا عندي منتخب قوي، منتخب يقاتل، قد تحدث اخطاء في بعض المباريات، المباراه السابقه، ولكن الاهم اليوم اللاعبين ردوا على كل منتقد، اليوم اثبتوا اللاعبين انهم فعلا رجال في ارض الملعب. كابتن، بغض النظر عن الانتقاد او عن المركز، اليوم في حالات لعب، ما اقول لك حالات. طيب لعب، نرجع لاحمد الطيب التعليق. المركز السادس على مستوى القاره الاسيويه، مبروك مشوار العنابي، بدت منذ سنوات هذا المنتخب ليس وليد الصدفه ولا وليد الامس ولا اول امس، بل اكثر من 10 سنوات يتم الاعداد والتحضير لهذه المراحل. مشاهدينا الكرام، العنابي يعيش ثورة رياضية قوية تجهيزا وتحضيرا لكأس العالم 2022، وتلك هي واحدة من المحطات التي يجب أن يتم التركيز عليها والاهتمام بها، خاصة بعدما وصلنا لمرحلة عمرية للاعبين إن شاء الله في 2022 ستكون هذه الأعمار هي قوام المنتخب القطري في كأس العالم. كأس العالم 2022 من خلال تحضير ومشاركات في كأس آسيا للشباب والفوز بالبطولة كإنجاز كبير يحسب للكرة القطرية لأول مرة في تاريخها. سيد سعود المهندي والسادة المسؤولين وإدارة الفريق والمدرب سانشيز وكل الحضور، لكم جميعا كل التقدير، شكرا لكل من ساهم في تقديم هذا الشكل الجميل وهذه التظاهرة الرياضية وهذا الفريق الذي يحمل دم ولحم وشحم المنتخب القطري والكرة القطرية، تم تجهيزه بعناية من الصغر. شكرا لكل أسرة، شكرا لكل أم ولكل أب. عندما فازت قطر في 2014 بكأس الشباب كانت كلمة شيخ الشباب سمو الشيخ جاسم بن حمد الكلمة الأولى هي تقديم الشكر والتقدير لأسرة كل لاعب، لكل أب، لكل أم، إيمانا بدور الأسرة بما يقدمه ابنها وبما سيكون له ابنها بالمتابعة بالرعاية سواء على المستوى الاجتماعي، المستوى الدراسي، المستوى النفسي. احتضان كبير من أكاديمية أسباير والأندية القطرية واللجنة الفنية والاتحاد القطري لكرة القدم لمشروع كرة القدم للمستقبل، مشروع الرياضة للمستقبل. مبروك المنتخب الأولمبي القطري العنابي ثالثا لكأس آسيا، كان على وشك الوصول للمباراة النهائية لولا ركلات الترجيح. احتل المركز الثالث بعد الفوز على أقوى منتخبات البطولة، المنتخب الكوري بعد المنتخب القطري. وصل المنتخب القطري ولم يخسر ولا مباراة، فاز بكل المباريات، خسر فقط في ركلات الترجيح وتعادل مع فيتنام، والآن انتصار وهو يمتلك هداف البطولة النجم الكبير المعز علي.